الخيل والليل والبيداء. كلمات ثلاث أوردها المتنبي في ملحمته الشهيرة تحملنا إلى العراق، إلى شمال إفريقيا، إلى كل مكان وطئته جيوش الفتح الإسلامي في مسيرتها المظفرة. هذه المسيرة التي منحت الكون مفاتيح المعرفة وأضاءت أرجاء المعمورة بالنور السماوي الخالد. تعاودنا هذه الكلمات كلما أردنا الخروج بذواتنا إلى عالم الحب والعطاء. هذه بغداد هارون الرشيد وأبو نواس، حيث كان القصر الذي ضم علماء النهضة الفكرية العربية التي وضعت أسس حضارة القلب الصناعي. وعلى شرفة ذلك القصر وقف الرشيد ذات مساء تلبد بالغيوم وقال: أيتها الغيمة، اذهبي حيث شئت فخراجك إلي. الرشيد الذي أحب الأعظمية كما أحب الكاظمية وشاركه في حبهما أبو جعفر المنصور. إذن التوأمان هما، الغاليان هما، لما لهما من دور وشأن في تاريخ العراق الوسيط والحديث في المحافظة على اللحمة العراقية. كيف لا وقد سميت الكاظمية نسبة إلى الإمام الكاظم موسى ابن جعفر، وسميت الأعظمية نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. إذن هما جارا الرضا. الأعظمية منطقة تقع شمال مركز مدينة بغداد، تتميز بنسيجها السكاني الخاص منذ زمن الدولة العباسية، حيث أسسها المهدي العباسي حجر أساس بجانب الرصافة. وما أدراك ما الرصافة؟ ترى لما سميت بالأعظمية؟ هل التسمية حديثة؟ عرفت باسم المعظم نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، أبي حنيفة النعمان، الذي بذل الكثير من الوقت والجهد لتحصيل العلم فحقق إمامة المتقين. كان خزازاً يبيع الخز والأقمشة، لذا لم يهتز ولم يتأثر عندما ابتلي بفتنة السلطة السياسية. أغروه بالمال وسجنوه وتصادم مع الولاة، ولكنه استمر في طلب العلم مستغنياً بتجارته عن الحاجة لهم ولجوائزهم. توفي الإمام أبو حنيفة في بغداد عام 150 للهجرة، ودفن شمالها في مكان سمي فيما بعد بمقبرة الخيزران، نسبة إلى الخيزران بنت عطاء والدة الهادي وهارون الرشيد، والتي دفنت هناك بعد وفاتها عام 173 للهجرة. بني جامع في المكان عام 375 للهجرة، وبنيت عنده مدرسة كبيرة تدرس العلوم الدينية. بعد مجيء العثمانيين إلى بغداد عام 1534 ميلادية، قام السلطان سليمان القانوني بزيارة قبر الإمام أبي حنيفة الذي كان مهدماً، فأمر بإعادة بناء القبة وإعمار الجامع والمدرسة. وتوالت الإصلاحات بعد ذلك، حيث شيدت قلعة لحراسة الجامع والمدرسة، وسكنت مجموعات من الناس في المكان لحمايته. في عام 1757 للميلاد أنشئت المنارة والقبة، ثم جدد بناء الجامع. بقيت مدرسة الإمام الأعظم المدرسة الوحيدة في الأعظمية حتى عام 1911 للميلاد، حيث أعيد إعمار الجامع وتنظيم المدرسة التي سميت كلية الإمام الأعظم، ودار العلوم الدينية والعربية في إحدى المراحل، وكلية الشريعة في مرحلة لاحقة، إلى أن عاد اسمها كلية الإمام الأعظم إليها ثانية. في عام 1923 للميلاد أتبعت الكلية الأعظمية لوزارة الأوقاف، وصارت أكبر مدرسة دينية في العراق. عرفت المنطقة باسم محلة الإمام أبي حنيفة،
وفي العصر الحديث أصبحت هذه المنطقة تعرف بالأعظمية. الليل في الأعظمية صحبة ورحلة، حتى الوحدة فهي دائماً صحبة ورحلة. ليل الأعظمية لا أحيلة ولا أجمل، مطاعم كثر هنا وهناك تقدم أكلات شعبية بغدادية مثل السمك المزقوف، وعلى رأس القائمة قبل أن يتنفس الصبح الباتشا البغدادية. حارات الأعظمية سكنها أدباء وتجار ورجال دين وعلماء وأعيان ووجهاء، كلهم سبحة واحدة في مجتمع واحد. هناك من نزح إلى الأعظمية من الموصل وسامراء وتكريت وبعقوبة وسكنوا منذ أكثر من 100 عام. كل زائر للأعظمية لابد أن يشاهد ساعة الأعظمية، فهي معلم من معالم هذه المدينة. ترجع منصتها إلى عام 1919 للميلاد، حين أهديت ساعة من الحضرة القادرية إلى جامع الإمام الأعظم، ولم يتم نصب الساعة في برجها حتى عام 1958 للميلاد، حين تم بناء البرج، وبعدها تم نصبها فيه. هذا البرج الأسطواني كان مكسوًا بالفسيفساء الزرقاء والبيضاء، وفي عام 1973 تمت كسوته بصفائح من الألمنيوم المضلع باللون الذهبي. واليوم، ورغم ما طرأ عليه من تغيير، ما زال محتفظاً بميزته التاريخية. وها هي اليوم قائمة تزهو على ضفاف نهر الدجلة في باحة جامع أبي حنيفة، لتبقى من أشهر معالم الأعظمية. هذه هي الأعظمية، معالم بغدادية، مشاهد تراثية، مواقع تاريخية وأماكن دينية. ألم نقل لكم إن الأعظمية أكبر من أن تحكى؟